فما شبهات في سوء الإدارة، في نهب المال العام، والتفويت في أملاك عمومية بصيغ غير قانونية وبمحاضر معناها فيها شبهات تزوير. هذا كله معناها عند سادة القضاة، إن شاء الله هم معناها يفصلوا في الموضوع ويعطونا معناها الحقيقة كاملة. فما عقار وقع التفويت فيه البنت معتمد سابق، والمعتمد هو اللي مسح معناها العقد هذايا. فما أيضا تسويغ لعقارات عمومية بصيغ معناها خارج الإطار القانوني الصحيح، مطالبين تفقد من السلطات الجهوية والسلطات المركزية للحالة اللي صارت فيها توا ذي العمل الشأن الإداري البلدي في قرنباليا. لاحظوا برشا معناها تسيب، لاحظوا برشا مخالفات. هي النيابة الخصوصية الأولى والثانية لما بعد الثورة، يعني قبل النيابة الخصوصية هذه احنا مطالبين من النيابة هذه أن تتحرك أيضا بنفس التحرك متاعنا. فم ملفات أخرى فيها شبهات، طلبناها أن تقدم للقضاء الملفات هذه، ولكن للأسف ما فماش تعاطي إيجابي.